أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية المحبة والنعمة الفرح والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. بصلي من كل قلبي إنه الله يفرح قلبك اليوم ويعطيك نعمة خاصة في كل طلباتك في كل احتياجاتك. الله يتمجد ويبارك حياتك ويبارك أسرتك أيضا. اليوم حديثي رسالة للمحزونين، وما أكثر الحزانة في هذه الأيام. لربما أنت حزين على فقدان شخص عزيز جدا على قلبك، ولربما أنت حزين على شخص بمر في ظروف صعبة، من مرض، من ضعف جسدي، من احتياج، أو لربما ظروف أسرية اجتماعية، وضع صعب جدا، قلبك اتكسر وعم تشعر بالحزن على هذا الشخص. تعرفوا اللي بيعجبني في شخصية يسوع المسيح انه كان بيتعامل مع الناس بحسب احتياجاتهم، كان يحزن لأحزاننا ويشعر في ضيقاتنا ويلمس أوجاعنا، وكان يجول يصنع خيرا. الجوعانين كان بيشبعهم، والناس المحتاجة لرسالة رجاء وأمل كان بيعطيهم الرسالة، والناس المرضى كان يشفيهم، والناس المتعبة من الهموم ومن الأحزان كان بريحهم، والناس المضروبة بالأعمال السحرية وضربات شيطانية كان بحررهم من كل قيود، من كل عبودية، من كل شيء. الحزن هو جزء لا يتجزأ من حياتنا، فخلال نمونا وخلال مسيرتنا في هذه الحياة لابد أن نمر بأحزان متنوعة. أحيانا بتكون الأحزان بسبب الاضطهاد، بسبب الضيق، بسبب المرض، بسبب الفقدان، بسبب عدم السلام، بسبب التعب والإعياء. نصل إلى وضع من جوا إحنا حزنانين، مهمومين على كل شيء. لكن المسيح أحبائي مكتوب عنه النبوة بتتكلم في سفر إشعياء إصحاح 53، خليني أقرأ من الآية 4: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. أحبائي، هذا هو يسوع المسيح اللي بنتكلم عنه. مكتوب لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وطبعا هذه الأحزان والأوجاع حملها في الصليب. اللي بيميز شخصية المسيح لم يعلم مجرد أقوال وتعليم، هو نفسه اختبر الحزن واختبر الرفض واختبر الإعياء والتعب واختبر الحزن. يعني مكتوب عنه مختبر الحزن، يعني كل أنواع الحزن. وبتعرفوا في بستان جتسماني صرخ من الألم، كان يعاني من آلام نفسية وآلام روحية وآلام جسدية، كل أنواع الألام، لدرجة كإنسان قال صلى للآب: إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. جاء أحبائي وحمل، كما أنه حمل آثامنا في جسده وخطايانا وأمراضنا وأسقامنا وأحزاننا وأوجاعنا، حتى نحصل على البر والشفاء الكامل من شخص الرب يسوع المسيح. كتير ناس بتسأل: طيب شمعنا انه الله مش عم بيتدخل بالحزن اللي بمر فيه، من الوجع اللي بعاني منه؟ مكتوب احبائي، خلينا نثق انه احزاننا حملها وهو يشعر معنا ويتألم لآلامنا. بحب الترنيم اللي بتقول: حزنك احزانني. فإذا حزنك هو يحزن قلبه، لأنه قلب المسيح مليان حنان،
مليان شفقة، مليان حنية على كل واحد منا. يمكن حزين على شخص فقدته، مكتوب لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ومكتوب أيضا في سفر نحمية لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. علاج الحزن هو الفرح، والفرح هذا اختبار فيصبح ثمر في حياتنا، لأن ثمر الروح هو محبة، فرح وسلام. فإذا المسيح يدعوننا أن ننظر إليه، أن ننظر إلى الصليب، عندها ندرك كم تألم وكم حزن، عندها يعطينا الرجاء حتى لا نيأس إنه جاء من السماء، مش مجرد حتى يدعو الناس يقول لرسالة معينة، هو اختبرها نفسه، اختبر الحزن واختبر الألم. لكن هذا الشيء لا يستمر، فإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. وفي يوم من الأيام أحبائي، كما هو مكتوب في السماء، اسمع ما يقول في سفر الرؤيا إصحاح 21، مكتوب لا يكون فيما بعد، الموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. يعني وعد الرب هو مش بس رح يمسح كل دمعة من عيوننا، مكتوب ولا يكون الحزن اللي بتسبب الأحزان، هي نتائج وسلطان الخطية اللي ما زال بسود على حياة الكثيرين. ولكن عندما نتحرر بنعمة الرب يسوع المسيح، مكتوب فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. أنا عاوز أصلي في هاي اللحظات لكل شخص عم بمر في حزن، سمعت خبر مفاجئ، مرض معين وما كنت تتوقعه، شخص عزيز جدا على قلبك سبب لك الحزن. عزيزي، أخي، أختي، الرب حاسس والرب شاعر معك. أنا بصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح إنه تيجي ليسوع، هو اللي حمل أسقامنا وأمراضنا وأحزاننا وآلامنا وأوجاعنا، كلها تحملها وأخذنا أو أخذ كل هذه الأمور في جسده. قل له يا رب تعال اشفيني من كل جرح، من كل حزن، من كل ألم، من كل ضيقة. وأنا بصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح، الرب يغمرك بفرحه العجيب، بفرح لا ينطق به ومجيء. وبصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح إنه يحول الحزن إلى فرح والنوح إلى رقص، كما يقول إشعياء إصحاح 61. بصلي اليوم سلام المسيح يملك في قلبك وفي حياتك، سلام المسيح يحفظك ويحفظ فكرك وقلبك من كل شيء. بصلي إنك تختبر راحة المسيح وقدرة المسيح وشفاء المسيح وفرح المسيح. إذا الرب لمسك بحب أسمع منك، شاركنا، ابعت بطلبة صلاتك واحتياجك، وإحنا بكل سرور رح نصلي معك. وإذا هذا الفيديو عجبك وبتشعر إنه ممكن يكون رسالة لشخص معين سمع خبر مفاجئ اللي أحزن قلبه، ابعت واعمل شير حتى أكبر عدد ممكن يتبارك من هذه الرسالة. الرب يباركك في اسم الرب يسوع، يعطيك سؤل قلبك في هذا اليوم.